سؤاله الثاني يقول: بالنسبة للمولد النبوي، عندما يأتي يوم 12 ربيع الأول تحتفل جميع القرية بهذا المولد، هل يوجد احتفال بهذا المولد في الشرع أو لا يوجد له أصل؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. كذلك كما ذكرنا في جواب السؤال الذي قبل هذا أن العبادات توقيفية، بمعنى أنه لا يقدم المسلم على فعل شيء منها إلا بدليل من الشارع، وإلا كان هذا من البدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فالاحتفال بالمولد النبوي إذا بحثنا عن دليل له من كتاب الله أو من سنة رسوله أو من هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، أو حتى من عمل القرون المفضلة الثلاثة أو الأربعة القرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم نجد حرفا واحدا يدل على إقامة المولد. فما دام أنه كذلك، ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الخلفاء الراشدين ولا من عمل الصحابة ولا من عمل القرون المفضلة، فلا شك أنه بدعة محدثة وكل بدعة ضلالة. أيضا إقامة المولد أو إقامة الاحتفال بالمولد للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ممنوع من ناحية أخرى، لأنه تشبه بالنصارى الذين يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله. والاحتفال بالمولد مدعاة للإطراء والغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما هو حاصل، فإن هذه الموالد الغالب أنها تشتمل على الشرك وعلى الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنشاد الأشعار الشركية التي فيها الاستغاثة بالرسول ودعاء الرسول، كقصيدة البردة وغيرها التي فيها من الشرك الأكبر الشيء الكثير والعياذ بالله، مثل قوله: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، ومثل قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الملاذ وهو المعاذ في الشدائد، وجعل الدنيا والآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم، وجعل علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشد هذا الغلو وهذا الإفراط والعياذ بالله. فالدنيا والآخرة ملك لله سبحانه وتعالى، والعياذ واللياذ بالله سبحانه وتعالى، لا يعاذ بمخلوق وإنما يعاذ بالله سبحانه وتعالى، لا سيما في عند الشدائد والكروبات. وهذا يحصل في هذه الموالد من هذا الشرك وهذا الغلو وهذا الإطراء الشيء الكثير. فالاحتفال بالمولد النبوي من البدع المحدثات المنكرات التي جاءت بعد انقضاء القرون المفضلة، وفيه تشبه بأهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالنصارى هم الذين يحتفلون بمولد المسيح، وهذا من قديم. لماذا لم يقم الصحابة احتفالا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والنصارى في وقتهم يقيمون الاحتفال بمولد المسيح؟ لماذا لم يقيم المسلمون احتفالا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقيم النصارى احتفالا بمولد المسيح؟ إلا لمنع التشبه بهم. فهذا دليل على أن هذا الاحتفال بالمولد إنه من البدع المنكرة المحدثة، مع ما يشتمل عليه مما ذكرنا من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، وإنفاد الأموال في معصية الله سبحانه وتعالى وضياع الوقت وغير ذلك. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يكتفوا بما شرعه الله سبحانه وتعالى، ففيه الخير والبركة وفيه السعادة في الدنيا والآخرة، والله ولي التوفيق.